وده الإحماء من أرض المباراة، لقطات طبعا مش هتشوفوها غير على قناة النادي الأهلي. بنقل لحضراتكم أجواء ما قبل المباراة، زي ما حضراتكم شايفين التأمين الكامل للمباراة، وكمان سهولة الدخول من النادي إلى الصالة والخروج أيضا. كل الكلام ده أكيد هنعرف، ونعرف أجواء ما قبل المباراة من زملائنا الأعزاء مراسلينا مراسلين قناة النادي الأهلي اللي في أرض الملعب حاليا، فاروق صلاح وسالة حامد. اتفضل يا فاروق. برحب بيك يا كابتن هيثم، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب بالزميله العزيزه صلاح حامد. زي ما انت قلت بالفعل يا كابتن هيثم، مباراه صعبه، تبقى مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه ديربي، يعني اختلف الترتيب اختلفت الامور، ولكن تبقى مباراه ديربي ليها حسابات كتير جدا. اعتقد مباراه مهمه جدا، لان قناه النادي الاهلي طبعا مستمره في النقل. بدانا طبعا مع مباراه الاهلي والزمالك في الباسكت، ثم بالامس مباراه الاهلي وسموحه، من بطوله لبطوله بنطلع بسله، من بطوله لبطوله قناه الاهلي متواجده في كل الاحداث. النهارده مباراه مهمه، اعتقد قيمه الاهلي والزمالك هي عنوان هذه المباراه. زي ما انت قلت يا فاروق، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بالكابتن هيثم وارحب بكل جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا فاروق، يمكن النادي الاهلي مستمر وبيغطي او بينقل مباراه، ومباراه النهارده ان شاء الله كمان نقل لمباراه الاهلي والزمالك، واخر مباراه في الدور الثاني من بطوله الدوري العام للكره الطايره رجال. ويمكن زي ما انت قلت برده يا فاروق، مباراه مهمه، وطبعا مهمه ايضا يعني بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، النتيجه بتكون مهمه، ولكن لو اتكلمنا عن النتيجه ان هي مؤثره على الفريق في بطوله الدوري، لا هو النادي الاهلي خلاص يعني صعد، هو ونادي الزمالك وايضا نادي سموحه وبتروجيت الادوار القادمه في بطوله الدوري. بالفعل زميله سالا، يعني زي ما قالت كابتن هيثم الزميله سالا، خلاص النادي الاهلي طبعا بمباراه الدور الاول اللي كانت جمعت ما بين الفريقين، يعني انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اشواط 3-0. اعتقد خلاص مباراه مش هتاثر في الترتيب بعد صعود النادي الاهلي ونادي الزمالك وفريق سموحه وبتروجيت، بالاضافه الى اربع فرق من المجموعه الاخرى اللي بتضم فريق الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وسبورتنج والطيران. طبعا الاربعه مع الاربعه يبقوا 8، يبقى مرحله الترتيب الثانيه يا كابتن هيثم طبعا هتبقى من 8 فرق الاول طبعا هيلاعب الثامن، ودي كلها الامور اللي هتتم خلال الفتره القادمه مع صعود الاربع فرق من هنا واربع فرق للنادي من مجموعه النادي الاهلي. اعتقد يا المباراه يا سلام مش هتاثر في ترتيب الفريقين بعد حسم هذه الامور، لكن النادي الاهلي استعد جيدا لهذه المباراه. بالفعل يا فاروق، خليني طبعا انقل لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وطبعا الكابتن هيثم السعيد الاستعدادات والتحضيرات اللي كانت بالنسبه لفريق النادي الاهلي لمباراه اليوم. يمكن الفريق يعني فاروق استعد بشكل طبيعي زي كل مباراه من بعد مباراه سموحه واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط قبل شوط يوم السبت الماضي. الفريق تاني يوم بشكل طبيعي، يعني كان بيواصل التدريبات بشكل طبيعي، التدريب كان الساعه 6، تاني يوم كان الساعه 8 امبارح، وبعد كده الفريق دخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه اليوم طبعا عشان اللعيبه تكون يعني في اجواء المباراه. وكمان النهارده قبل مباراه اليوم كان في محاضره فيديو ما بين الكابتن ميدو مصلحي ولاعبي النادي الاهلي، وبعد كده زي ما حضرتك شايف يا كابتن هيثم ورايا يعني دخل لاعبي النادي الاهلي بعد محاضره الفيديو في عمليات الاحماء، يعني طبعا ورايا على ملعب صاله الامير عبد الله الفيصل. نفس الاستعدادات دي كانت بالنسبه لي كمان نادي الزمالك يا فاروق، ان نادي الزمالك طبعا تحت قياده الكابتن شريف الشامرلي يعني استعدوا للمباراه دي ايضا بشكل جيد، لان طبعا زي ما احنا عارفين هي مباراه ديربي بالنسبه للفرقتين، ولكن في غيابات متواجده في صفوف فريق نادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك النهارده هيلعب المباراه بدون محترفين، كمان يعني في غياب رضا هيكل بسبب اسبرين انكل، وكمان احمد فتحي بسبب يعني دور برد شديد عنده فهيغيبوا عن مباراه اليوم. كمان احمد قطب في صفوف فريق نادي الاهلي فاروق هيغيب عن مباراه اليوم بسبب عمليه يعني اللي عملها طبعا في غضروف الركبه، وكمان بعد اسبوعين ان شاء الله هينضم مع الفريق. يمكن هو انضم دلوقتي في التدريبات الجماعيه، ولكن ان شاء الله الفتره اللي جايه فاروق هيكون متواجد مع الفريق في المباريات. يمكن دي كانت الاجواء يعني كابتن هيثم الخاصه باستعدادات الفريق لمباراه اليوم. يمكن عايزين نعرف برده من فاروق الاجواء هنا اللي موجوده في الصاله وطبعا بره الصاله ودخول وخروج طبعا الحضور هنا يا فاروق. يعني خليني اكد على كلامك يا سالا، وطبعا اوصلك يا كابتن هيثم وصل لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان خبرات لعيبه النادي الاهلي طبعا بعد الفوز الاخير على فريق سموحه بثلاثه اشواط مقابل شوط. خبرات النهارده عبد الله عبد السلام مع احمد صلاح عبد الرحمن سعودي وحسام يوسف عبد الحليم عبو، كل لاعبي النادي الاهلي النهارده والتركيز المهم احمد سعيد ودوله وكل اللاعبين النهارده تركيز تام من اجل طبعا عارفين قيمه هذه المباراه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. الهدف الاسمى هو بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي هو فرح الجمهور النادي الاهلي. دور مهم جاي كبير جدا للاداره التنفيذيه في النادي الاهلي يا كابتن هيثم، تسجيل كافه الامور، التامين اللي موجود لفريق نادي الزمالك. خليني اقول لك برده ان الحضور النهارده بيقتصر على 25 سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك،
بما فيهم اولياء الامور دور مهم جدا للاداره التنفيذيه في النادي الاهلي. وعايز اتكلم على الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي ممثله في الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، دكتور خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي ايضا بالجزيره، العميد علاء صلاح مدير امن النادي الاهلي بالجزيره اللي قايم بدور اكثر من رائع، مرافق لكافه الامور، الواقف على كل التفاصيل، بيحاول ييسر كل الامور. انت عارف قيمه هذه المباراه، مباراه طبعا جماهيريه يا سلا. عايز برضه اسالك اتكلم على نقطه مهمه جدا يا كابتن هيثم، ان النادي الاهلي يوم الاحد القادم ان شاء الله هيلاقي فريق قارون في الدور ال 16 لكاس مصر. طبعا كان خلاص تحدد كمان يا كابتن هيثم يعني بعد انتهاء هذه المباراه، وقلنا ان الاربع فرق من المجموعه الاولى مع الاربع فرق من المجموعه الثانيه هيصعدوا لمرحله الترتيب يا سلا، وهتبقى بعد كده مرحله البلاي اوف يا كابتن هيثم زي ما حضرتك عارف. لكن في بطوله السوبر اللي بتستحدث لاول مره السنه دي يا سلا، اربع فرق الاهلي الاتحاد طلائع الجيش والزمالك، تقرر ان تكون مباريات النادي الاهلي يوم 8 بملاقاه فريق الاتحاد السكندري، يوم 9 فبراير بملاقاه فريق طلائع الجيش، ثم المباراه الاخيره هتكون يوم 11 امام فريق الزمالك. الدور نصف النهائي سلا هيكون يوم ال 12، ومباراه الدور النهائي يوم 14. طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. بنطلع من بطوله لبطوله، تحفيز مهم، الرساله مهمه جدا، عايزين نقول ونطمن كل جماهير النادي الاهلي النهارده، نقول لهم يا سلام. زي ما انت قلت يا فاروق، يعني عايزين طبعا نطمن جميع جماهير النادي الاهلي على حاله الفريق. يمكن زي ما انت قلت الفريق يعني بيسير بشكل طبيعي، الفريق بيستعد كل مباراه بالفعل زي ما زميلي فاروق صلاح قال، الفريق بيستعد كل مره بشكل جيد، يمكن بياخدوا كل مباراه على محمل الجد ان هي مباراه يعني هتكون صعبه لازم نكسب فيها، حتى لو المباراه مش هتاثر على نتيجه او مشوار النادي الاهلي في البطوله. يمكن زي ما زميلي فاروق قال كمان في العديد من البطولات الفتره اللي جايه طبعا يا كابتن هيثم، في بطوله السوبر كمان، كاس مصر، العديد من البطولات. يمكن ان شاء الله من بعد مباراه يعني الزمالك الفريق تاني يوم يعني هياخد راحه من التدريبات، وبعد كده هيستعد بشكل طبيعي وبشكل جيد لجميع المباريات الفتره القادمه. مطمن جميع جماهير النادي الاهلي، الحمد لله النادي الاهلي يعني الفريق يعني بالكامل، صفوف الفريق بالكامل، يمكن بس في غياب واحد بس هو اللي ناقص، هو كابتن احمد قطب بسبب العمليه، يمكن زي ما من شويه قلت بسبب العمليه في غضروف الركبه، وان شاء الله يعني هينضم مع الفريق في المباريات. يمكن هو في التدريبات الجماعيه حاليا، هينضم ان هو يشارك في المباريات الفتره القادمه ان شاء الله بعد اسبوعين. فبنطمن جميع جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفريق يعني هيحصل او هي يعني هيكون طموحه ان شاء الله يعني يحصل على جميع البطولات الفتره اللي جايه عشان طبعا يفرح جميع جماهير النادي الاهلي يا فاروق. بالفعل يا سالا، اعتقد الهدف الاسمى اللي قلناه اللي هو بيشغل كل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي هي فرح الجماهير النادي الاهلي. كابتن هيثم، دي كانت كل الكواليس قبل انطلاق مباراه القمه او ديربي الاهلي والزمالك من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا يا فاروق، الحقيقه ما سبتولناش اي استفسار، غطيتوا كل النقاط اللي محتاجين نعرفها. بشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح وسالا حامد، زملائي الاعزاء من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، في نقل اجواء ما قبل المباراه الاهلي والزمالك في الدور التمهيدي في مباراه العوده.